بكت الفنانة ناهد رشدي الأربعاء 21 سبتمبر 2022 على الهوى قائلة: تعايشت مع تعبي وشفت كل واحد على حقيقته في فترة مرضي، ومش عايز أقول المرض اللي كنت بعاني منه. وتابعت خلال لقائها ببرنامج الستات الذي تقدمه مفيدة شيحة وسهير جودة، قالت: التعب ده غير إن في حاجات كتير ابتديت أشوف الناس على حقيقتهم ناحيتي، وكان فيه ناس فرحانين في مرضي وللأسف أقرب الناس ليا. أنا ما كتبتش على السوشيال ميديا ظروف مرضي ولا إيه المرض اللي أصبت بيه عشان محدش يشمت فيا، وعشان لو حد بيحبني هيزعل بجد. عشت 30 أو 40 سنة مضحوك عليا من أصدقاء وأقارب وأنا كنت مصدقاهم، بس في فترة مرضي اكتشفتهم على حقيقتهم وعرفت إنهم عايزين يشوفوني في أسوأ حال وفرحانين في مرضي، ودي بالنسبة لي خيانة. مش فاهمة ليه الناس تشمت فيا وتفرح في أذيتي وأنا عارفة إن أقرب الناس ليا كانت عايزة بيتي يتخرب، وكانوا متضايقين إن جوزي واقف معايا 2 عامين ما بيخرجش من البيت خلال فترة مرضي. نهد رشدي مولودة في 14 سبتمبر 1956، يعني عندها دلوقتي 66 سنة، وممثلة مصرية تخرجت في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، وكان من أشهر أعمالها لن أعيش في جلباب أبي بدور ثانية. وتعالوا نشوف بقى أسرار عن كواليس لن أعيش في جلباب أبي، أعتقد ما تعرفوهاش. إليكم أولا بعض المفارقات من كواليس المسلسل الجميل لن أعيش في جلباب أبي، ثم نرى كيف تغيرت أشكال أبطال المسلسل بعد أكثر من 20 عاما على عرضه. كان مرشح لدور فاطمة كشري يسرى ومعالي زايد، لكن المخرج رفض يسرى لأن شكلها مش شعبي، ومعالي زايد رفضت المسلسل وقالت: ايه الدور اللي مش حلو ده؟ تخيلوا. ووافقوا على عبلة كامل وهم مضطرين بالعافية عشان يلحقوا يصوروا. وكمان نور الشريف رفض المسلسل في الأول لأن دوره كان قصير، فزودوا مرحلة صعوده من صبي إلى أن وصل ليبقى المعلم عشان الدور يطول، لأن دور عبد الوهاب كان هو الأساس في الأول. وقبل نور الشريف كان مرشح محمود عبد العزيز لكنه كان مشغول بعمل تاني، وكان مرشح أيضا حسن حسني لدور سردينة لكنه طلب 200 ألف جنيه، فالمنتج ساعتها رفض وقال ده مبلغ كبير قوي. وكان أيضا مرشح لدور عبد الوهاب خالد النبوي ومحمد نجاتي، لكنهم في الآخر وافقوا على محمد رياض. والغريبة قوي بقى إن الثانية اللي هي ناهد رشدي بالمسلسل أكبر من عبلة كامل ب4 سنين، وبرغم كده كانت بنتها في المسلسل. ناهد رشدي مولودة 14 سبتمبر 1956، وعبلة كامل 17 سبتمبر 1960، يعني فرق 4 سنين وثانية أكبر من أمها. ومن ناحية أخرى قالت الفنانة ناهد رشدي أن سر نجاح المسلسل حتى الآن يرجع إلى أمرين: الأول الروح الحلوة اللي كانت بين فريق العمل المسلسل وعلى رأسهم الفنان الكبير نور الشريف. الأمر الثاني أن العمل هو الأول من نوعه الذي يظهر قصة نجاح شخص ورحلة صعوده دون أن يكون تاجر في المخدرات أو السلاح على عكس الشائع في أعمال التسعينيات. وعن كواليس مشهد فرح ثانية، كشفت ناهد رشدي في تصريح خاص لليوم السابع أن هذا المشهد استغرق تصويره يوم كامل. ومن الذكريات التي لا يمكن نسيانها أن مشهد الأكل كان حقيقيا، إذ طلب منا المخرج أحمد توفيق أن نأكل دون أي اعتبار لتصوير المشهد، فخرج بهذا الشكل وكلنا كانت أعيننا على الديك الرومي اللي أحضرته الفنانة حنان ترك. وفوجئنا أيضا بالفنانة سهير الباروني تخرج كيس أسود لتعبي فيه الأكل. وبسؤالها عن الخطوات الناجحة للفنان ياسر جلال والذي أدى دور زوجها في المسلسل في مقابل اختفائها، قالت إنها سعيدة بنجاحه للغاية على الرغم من أنها لم تقابله من 5 سنوات. أما عن سبب اختفائها ل10 سنوات فقالت
كان بسبب الزواج والأولاد ومسؤولية تربيتهم، وكانت تعوض ذلك بالمشاركة في أعمال مسرحية. وده الفرح، مشهد الفرح في مسلسل أنا عايش في جلباب أبي بإنسانية وياسر جلال، ودي صور لأبطال المسلسل كان الكل بيستنوا عرضه كل يوم طبعا، ولحتى الآن ناجح جدا. كما قالت الفنانة منال سلامة إن مسلسل اللي أنا عايش في جلباب أبي يطاردني في أحلامي، لأن في مرة واحدة صرخت في وشي أثناء تسوقي في إحدى محلات بيروت بسبب هذا المسلسل، ومهما حاولت أقول للناس إني عاملة حاجات كتير مهمة لكن لا حياة لمن تنادي، لأن فعلا مسلسل اللي أنا عايش في جلباب أبي عمل مهم جدا، تاريخ لا ينسى. وتابعت أنا توليفة المسلسل على بعضها جميلة جدا، جعلته قصة حقيقية، غير إن الحب بينا كان واضح على الشاشة ومفيش غيرة بينا وبين بعض، وكلنا كنا بنساعد بعض وبنخدم بعض عشان نظهر بشكل حقيقي. وحتى في أول مرة تم عرض المسلسل كنا مستغربين من النجاح اللي حققه وقتها، وكان بيتعمل ندوات للمسلسل كانت عددها أكتر من عدد أيام تصوير المسلسل نفسه بسبب احتفاء الناس في كل المحافظات بنجاح المسلسل. وعن كواليس العمل قالت: أنا كنت حامل وقتها في ابني علي، عشان كده هتلاقي مشاهد ليا مش واقفة كاملة أو ظاهرة براسي بس، وإخواتي بيحاولوا يداروني عشان علامات الحمل، وتحديدا في مشهد فرح ثانية مش هتلاقيني واقفة بالكامل لأني المفروض وقتها إني آنسة. أما باقي المسلسل لما اتجوزت ورحت منزل خضير كنت حامل فعلا، وعبلة كامل كانت بتمارس دور الأم معايا، وكانت فعلا بتجيب لي لبن وعسل وتقول لي خدي اتغدي. وأضافت: كان في مشهد للفنانة عبلة كامل لما ضربت حد فينا بالشبشب، كانت خايفة تعمله لأحسن الناس تزعل منها أو إن الجمهور يكرهها، وقلت لها: لا، ده كل الأمهات عملت حركة الشبشب اللولبي ده. فكنا بجد بنبني مع بعض التفاصيل، وكنا بنستأذن من المخرج أحمد توفيق، وهتلاقوا في مشاهد الأستاذ نور الشريف بيضحك بجد على المواقف والكلام اللي بيحصل ده كله. وعن مكان التصوير قالت: ما كانش استوديو، هو مكان نقدر نقول عليه مزرعة فراخ، أو ممكن وصفه أنه عشة فراخ كبيرة، لأنه مكان مخصص لتربية الفراخ في منطقة شبرمنت، وهم خرجوا الفراخ ودخلونا إحنا مكانهم، وحتى عزل المكان كان بكراتين البيض، وكل الديكورات الداخلي اتصورت في المكان ده حتى وكالة البلح. وعن عملها مع الفنان نور الشريف قالت: ده بالنسبة لي أبويا الروحي، اتعلمت منه الكراسة اللي أكتب فيها الملاحظات على الشخصية. وكمان الأستاذ نور الشريف كان محب جدا لكل اللي حواليه، وكان يدرك أن الفن لعبة جماعية زي كرة القدم، وما ينفعش يجيب جول لوحده، وعمره ما حسسنا أن نور الشريف نجم العمل، وكان متواضع بشكل فظيع ومحترف ومحترم وعنده ثقة في نفسه، بالإضافة لأنه مثقف جدا. وهنا منال سلامة مع والدتها في المسلسل عبلة كامل، وهنشوف دلوقتي إزاي اتغيرت أشكال أبطال المسلسل. ومرة واثنين وثلاثة، محمد رياض قبل 20 عاما واليوم كان ابن نور الشريف، هنا على الشمال وهو في المسلسل وعلى اليمين حاليا. عبلة كامل قبل 20 عاما واليوم كانت زوجة نور الشريف، على الشمال برضو في المسلسل وعلى اليمين حاليا. فاروق الرشيدي الله يرحمه قبل 20 سنة، كان مات من حوالي سنتين الله يرحمه. منال سلامة قبل 20 سنة واليوم كانت بنت نور الشريف، هنا على الشمال وهي في المسلسل وعلى اليمين حاليا. الطفل الممثل معوض إسماعيل أدى دور عبد الوهاب في طفولته، وهكذا يبدو اليوم، كان ابن نور الشريف وهو في الطفولة. ناهد رشدي قبل 20 سنة واليوم كانت بنت نور الشريف برضو. مؤمن حسن صاحب شخصية خضير في لن أعيش في جلباب أبي ابن سهير الباروني،
هنا مؤمن حسن على الشمال. عبير عادل أدت دور ميرفت ابنة الوزير قبل 20 سنة واليوم. هي عبير عادل. لحظات مع ذكريات الزمن الجميل. مروة الخطيب قبل 20 عاما واليوم. إيناس مكي قبل 20 عاما واليوم. دي أخت أحمد مكي، كانت في المسلسل. حنان ترك قبل 20 سنة واليوم، كانت بنت نور الشريف برضو قبل الحجاب طبعا. عبد الرحمن أبو زهرة قبل 20 سنة واليوم، ربنا يديله الصحة. حسام عادل الذي أدى دور عبد الوهاب في مراهقته، هكذا يبدو اليوم. وفاء صادق قبل 20 سنة واليوم، بنت نور الشريف برضه. خالد العيسوي قبل 20 سنة واليوم، ده خالد العيسوي ابن مصطفى متولي. صفاء الطوخي قبل 20 سنة واليوم، دي صفاء طوخي. أحمد سلامة قبل 20 سنة واليوم، كان صديق عبد الوهاب.